فشوف الله تبارك وتعالى يعني شو السريرة ديالو وبين الأصل ديالو تفضح في قريش. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، يعني كان عنده المال وكان عنده البنين، ومن بين الأولاد ديالو خالد ابن الوليد هو اللي سلم يعني من الأولاد. ثم بعد ذلك قال يعني هنا في هذه الآية أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. من اللي قرأ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن قال هذا ليس بكلام الله إنما هو أساطير الأولين، يعني من الكتب المتقدمة حكايات وأساطير، هذا يعني هو كلام محمد ليس هذا بقرآن محرف وزور. فقال تعالى سنسيمه على الخرطوم، الله أكبر. وتحققت هذه فيه، أين تحققت؟ في غزوة بدر. ما هو الخرطوم؟ الخرطوم هو أنف الفيل، والمقصود به هنا أنف الوليد المغيرة، شبهه بالفيل، شبهه بالفيل. ففي غزوة بدر لكي يتحقق كلام الله تبارك وتعالى وأن الرسول لا ينطق عن الهوى، في غزوة بدر يعني جاءته ضربة من السيف على أنفه وأزال أنفه من مكانه. سنسيمه على الخرطوم، لماذا؟ لأن الوجه هو موضع التكبر في الإنسان، لذلك الله تبارك وتعالى يقول لك هذا الوجه اللي كتكبر به خاصك تسجد به في التراب، خاصك تحطيه في التراب. علاش؟ باش تواضع انت الله تبارك وتعالى، حطيه في التراب باش تواضع انت الله تبارك وتعالى. سنسيم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم، هم من ضمير هنا على من عاد؟ هم ضمير هنا عاد على قريش، لأن الله ابتلاهم بالقحط وابتلاهم أنه ما نزل الغيث سنين حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأوا كيقولوا ليه أطلب الله تبارك وتعالى باش ينزل علينا الغيث وماشي المطر. المطر كلمة يعني هذه غير صحيحة، المطر كينزل بالعذاب، أما لو بغينا نطلبوا الله كنقولوا الغيث. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ولذلك كتجي كلمة الغيث يعني المطر في العذاب. فأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين. إذن بي المولى تبارك وتعالى إنا بلوناهم يعني اختبرناهم، لأن الابتلاء يعني الابتلاء هنا هو الاختبار. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. من أصحاب الجنة؟ الذي يقرأ هذه الآيات يقول واه، واش أصحاب الجنة غيكون عندهم ابتلاء؟ واش حنا غادي ندخلوا الجنة وغادي يبتلينا الله؟ لا، هاد أصحاب الجنة ما كيقصدش الله الجنة اللي غادي ندخلوا ليها حنا، بستان. وهذا البستان يعني لأن كلمة جنة تطلق على البستان، لأن الجيم والنون كتفيد الستر، جنة. لذلك علاش كنقولوا الجنين؟ لأنه مستور في البطن ديال أمه. وعلاش كنقولوا الجن؟ لأن الجن ما كيبانش، هاد المادة كتفيد يعني الستر. وعلاش كنقولوا الجنة بالتعريف؟ لأن من دخلها سترة برحمة الله تبارك وتعالى. وكنقولوا المجنون لأنه سترة عقله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.